فيلم فدائيين الذي عرض في إحدى قاعات السينما في جنيف شكل فرصة لداعمي قضية جورج عبد الله للتعرف عن كثب على شخصية هذا المناضل الاستثنائي وقضيته. الفيلم يركز على الموقف الصلب لجورج الذي رفض الخروج من السجن الفرنسي لقاء تعهد بوقف نضاله الداعم للقضية الفلسطينية. السجن بالنسبة لجورج هو استكمال لمعركته ونضاله في سبيل قضيته. على سبيل المثال، عندما ينفذ الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام، كنا ننفذ إضرابا مماثلا بدعوة من جورج. الناشط الفرنسي نيكولا بييري المساهم في إعداد فيلم فدائيين يواظب منذ 10 سنوات على زيارة جورج عبد الله مرة في الشهر في زنزانته في سجن لان ميزان. جورج عبد الله ورغم مرور 37 عاما على سجنه يبقى مناضلا شرسا مدافعا عن قضية الفلسطينية، ولم يتخلى عن أي من أفكاره. يرى أن المقاومة بكل أشكالها ولا سيما المقاومة المسلحة هي وحدها القادرة على تحرير فلسطين. 20 عاما وأنا أبحث. جورج عبد الله يرفض التراجع عن قناعاته ويرفض الحرية المشروطة. جورج قدم 8 طلبات للإفراج عنه، وكانت السلطات الفرنسية تشترط عليه في كل مرة التخلي عن أفكاره، فكانت تطرح عليه السؤال التالي: في حال اجتاحت إسرائيل لبنان مرة جديدة، وفي حال استمرت أعمال الاستيطان الإسرائيلية، هل ستكرر ما قمت به؟ فكان رد جورج أنه مناضل لبناني وسيقف دائما إلى جانب المقاومة الفلسطينية. الجمعيات الفرنسية المدافعة عن جورج عبد الله تحمل الحكومات اللبنانية المتعاقبة جزءا من المسؤولية بسبب تخليها عن حق المطالبة بتحرير المناضل اللبناني. موسى عاصي، جنيف، الميادين.